تفضلوا نقرأ جزء من الإنجيل بتاع النهاردة من رسالة معلمنا متى إصحاح 18. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. في تلك الساعة تقدم التلاميذ إلى يسوع قائلين: فمن هو الأعظم في ملكوت السماوات؟ فدعا يسوع إليه ولدا وأقامه في وسطهم وقال: الحق أقول لكم، إن لم ترجعوا وتصيروا مثل الأولاد فلن تدخلوا ملكوت السماوات. فمن وضع نفسه مثل هذا الولد فهو الأعظم في ملكوت السماوات، ومن قبل ولدا واحدا مثل هذا فباسمي فقد قبلني، ومن أعصر أحد هؤلاء الصغار المؤمنين بي فخير له أن يعلق في عنقه حجر الرحى ويغرق في لجة البحر. مجدا للثالوث القدوس إلهنا إلى الأبد آمين. تفضل استريح. الحقيقة النهاردة يعني يمكن اتكلمنا في الوعظة الانجليش عن العصرات، لكن عاوز اتكلم عن الجزء الاولاني في الانجيل بتاع النهاردة اللي هو من هو الاعظم في ملكوت السماوات. يمكن السؤال ده بيشغل ذهن كثيرين مننا. بيشغل ذهن كثير مننا ازاي؟ بتلاقي نفسك قاعد كده وتبص للي جنبك، وصوله طبعا بمحبة، طب يا ترى اللي جنبي دوت أحسن مني ولا أنا أحسن منه؟ مين فينا هيبقى في ملكوت السماء واخد كرامة أكتر؟ طب يا ترى اللي جنبي دوت قامته الروحية إيه؟ طب هل أنا بعمل زيه ولا بعمل أحسن منه؟ في معظم الأحيان إحنا بندي بنميل كده إن إحنا إيه؟ نقول لا أنا أحسن، أنا أكيد أحسن، أنا بعمل وبعمل وبعمل وبعمل، وأنا أكيد لي مكان أعظم في ملكوت السماوات. هذا التساؤل موجود عند كل الناس، ونستعجب أنه كان موجود في وسط التلاميذ. التلاميذ رغم بساطتهم، لحد دلوقتي إحنا بنبص للتلاميذ إن هم قامة عالية جدا، لكن فكروا معايا كده ساعة وجود السيد المسيح، التلاميذ دول كانوا شوية إيه؟ شوية ناس بسطة جدا، ويمكن فقرة جدا، شغالين أشغال بسيطة جدا، ورغم كده وإن هم ماشيين ورا السيد المسيح، ورغم كده بيتساءلوا: طب يا رب إحنا سيبنا كل حاجة، إحنا يا رب سيبنا شغلنا، سيبنا الصيد، وسيبنا الشغل اللي بنعمله، هيكون لنا إيه؟ طيب إحنا كلنا هيكون لنا نصيب أحسن، طب مين فينا أحسن من التاني؟ اللي ماشي على يمينك ولا اللي ماشي على شمالك؟ اللي ماسك الصندوق يهوذا ولا الكبير في السن بطرس ولا الصغير الحنين يوحنا ولا مين؟ ولا يعقوب ابن خالتك ولا اخوه الصغير يوحنا؟ تساؤلات كده في ايه؟ في ذهن، ان حتى في ذهن ابائنا الرسل كانت موجوده مع بساطتهم ومع احلامهم المتواضعه، كانت ايه في ذهنهم. وانا زي ما قلت لكم متخيل ان احنا كتير جدا بيكون فينا هذا الفكر: مين فينا الأعظم في ملكوت السماء؟ لما جم التلاميذ يسألوه السؤال دوت، أنا متهيألي يعني من كتر ما هم ماشيين مع السيد المسيح وشايفين تعاليمه، كانوا متخيلين إن هو هيدلهم حاجة صعبة قوي، أو إجابة صعبة، أو يعني حاجة صعبة قوي الواحد يوصل لها علشان يبقى هو الأعظم في ملكوت السماء. يعني كنت متخيل يقول لهم إيه؟ على فكرة اللي هيبقى اللي ليه ملكوت السماء ده اللي هيستشهد على اسمه، اللي هيموت على اسمه ده هيبقى ليه ملكوت السماء. كان ممكن يقول لهم اللي ليه ملكوت السماء اللي ساب أهله وساب زوجته وولاده وجه ورايا. فممكن يقول لهم اللي هيدخل ملكوت السماء اللي بيدفع أكتر، وهو المجموعة دي مجموعة التلاميذ دولة سابوا أشغالهم، بيصرفوا منين؟ اللي كان أغنى فيكم اللي بيصرف على باقة المجموعة هو ده اللي يبقى الأعظم في ملكوت السماء، اللي يصوم أكتر. لكن السيد المسيح ما اداش حاجة صعبة، ده بالعكس قال لهم إيه؟ بطريقة كده، بطريقة وسائل إيضاح، جاب لهم عيل صغير كده وقال لهم إيه؟ إن لم ترجعوا وتصيروا زي الولد دوت، هو ده الأعظم في ملكوت السماء، اللي يصير مثل هذا إيه؟ مثل هذا الولد.
دي الآباء بيسموها الطفولة الروحية. أنا عشان أكون الأعظم في ملكوت السماء لازم يبقى جوايا روح إيه؟ روح الطفولة. لازم يكون جوايا روح الطفولة الروحية، إن أنا أرتبط بملكوت السماء إن أنا أكون إيه؟ عامل زي الطفل. طب الطفل ده بيميز بإيه؟ بيميز بإيه؟ هل الطفل بيلاقي فيه كبرياء؟ مفيش. هل بيلاقي فيه بيميز نفسه؟ مفيش. هل الطفل بيشيل في قلبه؟ مفيش. ده انت تيجي تزعل الولد في حاجة ليه كمان شوية ايه؟ ولا كأن في حاجة حصلت، ولا كأن في اي حاجة حصلت. اطفال، اطفال. انا اقول لكم يعني حاجة حصلت معانا شخصية وانا صغير. يعني انا ليا اخت اصغر مني، وتعرفين في مصر لما كانوا يجي يركبوا حلق ذهب فكانوا يعملوا ايه؟ يشتروا الحلق، ومين اللي يعمله؟ موست اوف ذا تايم السايغ نفسه اللي هو اللي بيشتري منه الحلق، يروح مش عارف يطهره ازاي بعدين يروح حاطه كده. فانا فاكر بابا الله يرحمه كان شايل اختي، كانت صغيره خالص، وايه ركب لها الحلق، فقعدت تصرخ تصرخ تصرخ، وهو اللي شايلها، هو اللي ماسكها كده جامد، هو اللي شايلها. انا واقف، يعني فرق بيني وبين سنين تقريبا، فانا واقف حاطط في بالي اخ ده كده بقى زعلت من بابا قوي، يعني كده دي مش هتكلمه، زعلت منه. يا دوبك بس طلعنا من المحل، طلعنا من المحل عمالت هتحضن فيه وتبص فيه، ولا كان في اي حاجه خالص، ولا كان في اي حاجه خالص، ولا كان هو اللي كان ماسكها عشان الخرم اللي في ودانها اللي تعبها، ولا طفل صغير ما حسش بحاجه خالص. دي الطفوله اللي المسيح طالبها مننا، ان انا ما اشيلش في قلبي، ان انا ما ازعلش. هنقولهم دلوقتي نقط، بس يعني حبيت ادي كده ايه المقدمه ديت. الطفوله الروحيه اهميتها عند ربنا ان هو حتى لما جه راح يدي البشرى يقول لهم ايه؟ تعالوا تجدون ايه؟ طفلا مقمطا. تعالوا شوفوا في طفل كده جه بيعلن للناس بوجوده وهو ايه؟ وهو طفل. مش كان ممكن السيد المسيح يجي على الجسد ومحدش يعرف عنه حاجه خالص لغايه ما يبدا يعمل معجزات ويبدا يظهر للناس؟ لكن ده كان بيعلن لنفسه للناس وهو ايه؟ وهو طفل. فإن الإنسان يبقى عنده روح الطفولة الروحية دوت حاجة إيه؟ حاجة مهمة أوي، حاجة مهمة وتبان سهلة لكن هي في الحقيقة إيه؟ في منتهى الصعوبة. ليه في منتهى الصعوبة؟ كلنا بنتولد أطفال صغيرين ما عندناش خبرة، نبتدي بقى نتعرض لخبرات في الحياة، وبعدين إيه اللي يحصل؟ الخبرات ديت سواء حلوة أو وحشة بتبتدي إيه؟ ترسم ملامح فينا. ترسم ايه ملامح فينا؟ كل واحد فينا اكيد عنده صوره ليه وهو صغير، صح؟ اكيد يعني. كده بص لصورتك كده وانت صغير، وبص لصورتك دلوقتي، الملامح اختلفت. مش بس ملامح السن والكبر الجسد، لا، الخبره في الحياه تختلف. الخبره في الحياه تختلف. واحد على طول عايش في ستريس هتلاقي باين على وشه ستريس. واحد على طول عايش في فرح هتلاقي باين على وشه ايه؟ الفرح. الطفل الصغير مش حاسس باي الم ولا اي تعب ولا اي مشاكل، هتلاقي دايما ايه؟ صورته دايما ايه؟ طالع كده بيضحك ومش همه باللي حواليه. هو دي ايه؟ هي دي الطفوله. المسيح عاوزنا عشان ندخل ملكوت السماء، عشان نكسب ملكوت السماء، لازم يبقى عندنا ايه؟ روح الطفوله. روح الطفوله بتتميز بايه بقى؟ تتميز، يعني انا طلعت يمكن اربع حاجات هنتكلم فيهم النهارده، بس احنا كده ممكن كل واحد يجيب طفل كده ويقعد يفكر، يشوف الاولاد وكده ويقعد يفكر على الروح الجميله بتاعه الطفوله فيها. اول حاجه في الطفوله اللي ربنا طالبها مننا ان يكون عندنا ايمان الاطفال. يكون عندنا ايمان الاطفال. نستعجب قوي ان واحد زي ابونا ابراهيم. ابونا ابراهيم جاله الوعد وهو عنده كام سنه؟ ها مين فاكر تقريبا كم سنة؟ هو جاله ابنه بعد 100 سنة، لكن أول مرة ربنا كلمه كان عنده كم سنة؟ ها؟ 75. تمام كده أستاذ منير، يعني مذاكر العهد القديم. تمام، كان عنده إيه؟ 75 سنة. وبعدين اتجدد العهد بعديها بشوي، صح؟ وبعدين على 85 سنة بعديها بعشر سنين تقريبا لما كان في حران جاله إيه؟ بيتجدد الوعد مرة تانية. وبعد كده على 100 سنة جاله إيه؟ جاله ابنه. لما رجي ربنا قال له
قدم ابنك وحيدك. إبراهيم فكر في دماغه قال لك إيه؟ بصوا الإيمان الطفولة، إيمان الأطفال اللي في باله. شوفوا الراجل عنده 100 سنة، الراجل عنده 100 سنة، وقول الولد ساعتها إسحاق كان عنده ساعتها بيقولوا 14 سنة ساعة ما كان بيقدمه للذبيحة، يعني 114 سنة. فإبراهيم يفكر لما ربنا يقول له هات ابنك وحيدك حبيبك وقدمه للذبيحة، إبراهيم يفكر يقول إيه بقى؟ بصوا إيمان الأطفال بتاع إبراهيم، مين فاكر إبراهيم قال إيه في باله؟ ها؟ أيوة، إبراهيم قال لك الأول مستودع سارة، يعني سارة لما ولدت إسحاق كان عندها 90 سنة، وكان مستودع اللي هو عادة النساء كان 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 وقفت عندها، فيقول لك الأول مستودع سارة يقدر إنه يقوم الطفل تاني دوت لما يموت. هو ولا كان شاف حد قام الأموات قبل كده؟ إبراهيم كان شاف حد قام الأموات قبل كده؟ ما شافش حد، كان أول ولا كان شاف المنظر ده قبل كده، بس هو إيه؟ بإيمان الأطفال الصغار، يقول لك الله ده سارة كانت ست عجوزة كبيرة وكانت عاقر وربنا ادانا إسحاق، أكيد بقى ربنا لما يقول لي هات هات أقدمه ذبيحة أكيد هو يقومه تاني. شوف إيمان والثقة بتاعة إبراهيم في ربنا. هل أنا لي هذا الإيمان؟ هل أنا لي هذا الإيمان إن ربنا حنين عليا حتى لو طلب مني حاجة شكلها صعبة قوي؟ ده ربنا إيه؟ سامحوني في كلمة، ربنا يعني إحنا حاشا إن إحنا نقول كده على ربنا، بس ربنا كان بيستفزه يقول له هات ابنك حبيبك وحيدك، يعني بيفكره، يعني أنت لو مش فاكر إن ده وحيدك أنا بقول لك هات ابنك وحيدك حبيبك اللي أنت قاعد مستنيه وقدمه ذبيحة، يعني بيفكره بالكلام ده كله. يلاقي إبراهيم يقول له حاضر، ما يفكرش. إيمان، إيمان أطفال سنه 100 وشوية لكن عنده إيمان أطفال. بيقول لك إيه؟ عندما أراد الله أن يمتحن إبراهيم، ده كان نوع من الامتحان، كان امتحان، كان امتحان. وإبراهيم أبونا إبراهيم عداه، عداه، حسب له بره، عداه، كان تجربة. ساعات ربنا بيدي، ربنا بيدي التجارب لامتحان الإنسان، بس لأجل حنية ربنا بيدي كل واحد على حسب احتماله، بيدي كل واحد على حسب احتماله. هو عارف أنا احتمالي إيه، هو عارف إن هو لو طلب مني طلب زي كده أنا هكسر مش هقدر أعمله، فيطلب مني طلب أنا استحمله شوية. بيدي كل واحد على حسب إيه؟ على حسب احتماله. يمكن ساعات يعني، بس مش عاوز أخرج عن الموضوع، يمكن ساعات ربنا بيعلي البار شوية. يمكن كلمنا في حتة دي قبل كده، يعني إيه بيعلي البار؟ عارفين أنتوا اللي بيلعبوا اللي بيشيلوا حديد، يقول لك ريز البار. يعني إيه ريز البار؟ اللي بيشيل حديد دوت يعمل إيه؟ لو قعد طول عمره يروح الجيم يشيل 10 باوند ولا 20 باوند كل يوم، يروح يشيل هم 20 باوند، هو إيه؟ زي ما هو مش هيعمل عضلات، عضلاته هتنشف وكل حاجة، لكن مش إيه؟ مش هيبيلد نيو ماسلز. اللي هيحصل إيه؟ تلاقي لو في ترينر كويس يجي يقول له إيه؟ لا أنت بقالك أسبوع بتشيل 20 باوند، النهارده خليهم 25 وجرب شوي. بيعمل ايه؟ بيريز ايه؟ يعلي البار، يعلي قوه الاحتمال، ويسيبه كام اسبوع كده هوت بايه بالتقل دوت، وبعدين بعد شويه يعلي تاني، يعلي تاني لغايه ما يرجع يشيل بقى ايه، يشيل يعني نمبرز من الباونس ده كله. ايه؟ نتيجه للتدريب. فهو كده ربنا، ابراهيم ده كان ماشي في تدريبات مع ربنا طول عمره، تدريبات من ساعة ما ربنا قال له تعالى سيب بيت أبوك، وإبراهيم سمع وربنا عمال إيه يديله كل شوية يعلي شوية. عمل تجربة، ده في 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 جوع، في مجاعة، طب انزل على الأرض مصر، طب إبراهيم غلط هناك، طب أنا هنقذك برضو إبراهيم وتبني علاقة تانية. حصل مجاعة مرة تانية، راح فلسطين وإبراهيم غلط تاني وربنا استحمله تاني، بس كل مرة كان إبراهيم إيه بيعلي إيه البار بتاع الإيمان بتاعه، كل مرة كان إبراهيم بيقوى في الإيمان. إحنا كده لما ربنا بيعدينا من تجربة، الشطارة بتاعتي إن أنا أتعلم منها، الشطارة بتاعتي إن أنا أتعلم منها، وإن أنا إيماني يزيد، إيماني يزيد وثقة تزيد في ربنا. بس زي ما قلت لكم ثقة الإيه؟ الأطفال. الطفل مش معنى نقول ثقة الأطفال يعني إحنا نرجع زي أطفال تاني بسننا، لا. إبراهيم كان عنده 100 وشوية، يقول لك ربنا اللي قوم مستودع سارة، اللي خلى الرحم بتاعها يطلع بويضات تاني،
وتبتدي وتخلف تاني يقدر يقوم إسحاق مرة تانية. وانتهى البساطة، بساطة الإيمان. الإيه؟ أول حاجة في الأطفال الإيمان. تاني حاجة البساطة. يعني إيه البساطة؟ بصوا بولس الرسول بيقول إيه؟ شكرا لله لأنكم أطعتم من القلب صورة التعليم. يعني واحد أخذ التعليم، واحد سمع التعليم وبدأ ببساطة ينفذه، منتهى البساطة. يعني واحد من الآباء يعني بيقول كلمة جميلة قوي، بيقول تعرفوا ليه ربنا ساعات بيسيبنا؟ تعرفوا ليه ربنا ساعات بيسيبنا؟ ليه؟ لأن في معظم الأحيان أنا ما بقبلش كلام ربنا، ما بقبلش عمل ربنا، وباخدش ربنا ببساطة. في معظم الأحيان بفرض فكري، بفرض توقعاتي، وبفرض الخبرة بتاعتي، وفي معظم الأحيان بنتعامل مع ربنا كما لو كان إنسان زينا بالظبط. مش ده بيحصل ساعات كده؟ بتعامل مع ربنا بإنسان كما لو كان إنسان زي بالظبط، مش قادر أخد أموره ببساطة. يقول لك إيه؟ حبوا أعدائكم. حب عدوي إزاي؟ مقدرش أحب عدوي، ده أذاني. باركوا لعينيكم. إزاي أبارك واحد بيلعني؟ مش قادر أخد الكلام ببساطة، مش قادر أخد الكلام ببساطة. الطفل البسيط، الطفل الصغير لو اتخانق مع أخوه بعد شوية كده تقول له روح أقول لأخوك أنا آسف، أم سوري، أنا آسف. تعال أنت كده الواحد كبير وقول له فلان أنت غلط، روح أنا آسف، روح قول أنا آسف. لا لا، على فكرة هو الغلط الأول، هو الغلط الأول، هو اللي يجي يقول الأسف الأول. مش بيحصل؟ ولو قلت طب أنا هقول آسف بس بطريقتي. يعني إيه هقول آسف بطريقتي؟ هقولها بالعمل، يعني مش أنا مش هقولها آسف كده. يعني في ناس فعلا ما بيعرفوش يعتذروا، مش عاوز يعتذر. ليه؟ ما عندوش البساطة، ما عندوش البساطة. عشان نرث ملكوت السماء لازم يكون لينا الإيمان والإيه والبساطة. الأنبا أبرام كان مشهور قوي بالبساطة بتاعته. عارفين القصة المشهورة لما ثلاث أصحاب اتفقوا هم عاوزين يطلعوا من الأنبا أبرام؟ كان معروف إن اللي بيروح له بيديله فلوس. فاتفقوا، قال لك واحد فيهم يمثل إن هو يعني مات، والاثنين التانيين يروحوا يضحكوا على الأنبا أبرام يقولوا تعالى ده احنا صاحبنا مات وعاوزين فلوس عشان ندفنه والكلام ده كله. عارفين انتوا القصة دي. بمنتهى البساطة راحوا للأنبا أبرام قال لهم مات، خلاص مات، راح مديهم ايه؟ مديهم الفلوس. راحوا لقوا صاحبهم ايه؟ مات. البساطة بتاعته هو مات، طب مات خلاص، منتهى البساطة. لما بخمس الحال بس كل بحيرة ممكن قام مقام فعل. بساطة الإيمان، بساطة الإيمان. ناس عندها البساطة، إن لم ترجعوا وتصيروا مثل الأطفال لن تعينوا ملكوت السماء. بساطة الإيمان والبساطة والتسليم. ثالث حاجة التسليم. تيجي الطفل تقول له ما تعملش كده، روح هنا، تعال هنا، يسمع الكلام. تسليم. فكين بولس الرسول في أعمال الرسل لما المركب اتكسرت بيهم، كان الدنيا هيجة، البحر هاج عليهم، كلمة مشهورة قوي يقولك إيه اللي حصل؟ يقولك فلما خطفت السفينة ولم يمكنها أن تقابل الريح، عملنا إيه؟ سلمنا، فصرنا إيه؟ فصرنا نحمل.
الطفل يسلم يعني يدي تسليم كامل لأبوه وأمه، تسليم كامل. أنا لو قدرت إن أنا أدي هذا التسليم، هذه الحياة، حياة التسليم زي الطفل، يبقى أنا إيه؟ ليا إيه؟ ملكوت السماء. بيحكوا قصة ظريفة قوي، يقول لك إن يعني جايز تكون رمزية أو جايز تكون حصلت. يقول لك كان في مركب، سفينة كبيرة، وهاج عليها البحر، وبعدين الناس كلها مزعورة وتعبانة إلا بنت صغيرة خالص كده، قاعدة إيه؟ قاعدة بتلعب ولا حاممها خالص. فالناس هو وقت اللعب دلوقتي، روحي شوفي أهلك فين، ولا روحي شوفي تعملي إيه، ده إحنا المركب بتغرق. فتقول لهم إيه؟ تقول لهم أنا مطمنة، لأن اللي سايق المركب هو مين؟ هو أبويا. وياما عدى عليه مشاكل زي كده، وياما إيه؟ طلعنا منها وأنقذنا منها. تسليم، تسليم. هل أنا عندي هذا التسليم لربنا؟ هل عندي بساطة الأطفال وتسليم الأطفال إن ربنا بيحبني وربنا هيدبر كل أموري وأمور بيتي وأمور حياتي؟ هل أنا عندي هذا التسليم؟ اللي عنده هذا التسليم، اللي بيسعى لهذا إن يكون عنده هذا التسليم، هو ده اللي يستحق إيه؟ يدخل ملكوت السماء. آخر حاجة بقى، الاتضاع في الأطفال. يبقى إيمان مع بساطة مع تسليم مع إيه؟ مع اتضاع. حد فيكم شايف طفل متكبر؟ نلاقيه هدية، تجيب طفل 3 سنين 4 سنين، عمرك شفت طفل متكبر؟ تلاقيش. أكشلي يعني معظم المشاكل في المجتمعات يعني فيها مثلا تعامل كتير، بس زي الكنيسة هنا، مجتمع الكنيسة، تلاقي مثلا طفل مثلا شماس صغير خلاص؟ أنا أقول لكم اللي بيحصل بأمانة يعني، تلاقي الولد واقف مبسوط إن هو لابس التونية وواقف إن هو شماس خلاص؟ وبعدين تيجي تلاقي أمه أو بابا، على فكرة الولد متضايق جدا جدا جدا، ليه؟ ما ادتلوش مرد ليه بقى؟ ما بيدلهوش إن هو يرد، ما بيخدمش. طب هو الولد ده هو كويس وهو حافظ؟ لا لا لا، هو على فكرة هو متضايق قوي، ده أنا بلبسه التونية بالعافية، ده أنا بجيبه كيس، وهو يبقى الولد صاحي من بدري عمال يزق في أبوه وأمه عاوز يجي الكنيسة، وهو اللي تعبان أبوه وأمه مش هو، اللي تعبان أبوه وأمه مش هو. يقول لك أصل أنت بتدروش خدمة يعني، لا أصل الشمامسة ما بيوزعوش صح على الولاد. تحصل في كل الكنائس على فكرة، مش كنيستنا بس، تحصل في كل الكنائس. يقول لك أنا الولد متضايق، يا عمي هو متضايق ليه؟ مفيش، هو بس الفكرة في إيه؟ الكبير هو اللي متضايق. الطفل عنده اتضاع وعنده تسليم ومش فارقه معاه خالص، مش فارقه معاه خالص. احنا الكبار اللي بقى ايه؟ متضايقين وتعبانين. فين اتضاعنا؟ فين الاتضاع؟ المفروض ان احنا نجتهد، نجتهد ان احنا ندخل ملكوت السماء. والاجتهاد دوت ان احنا نقتني الطفوله الروحيه. حاول كده تتخيل نفسك ان انت بتتعامل كطفل، بتتعامل كطفل. من كام شهر كده كنت بتكلم مع حد من الرهبان نزل مصر، فنزل مصر ونزل وسط البلد وقعد يتمشى هناك. فأنا واحد من الناس يعني عارف وسط البلد عامل ازاي، يعني زحمة ازاي في مصر يعني في القاهرة. فبقول له يا ابونا يعني ما حسيتش انت متضايق؟ اي لا عادي. قلت له طب ما حدش ضايق في الطريق؟ اه عادي خالص. قلت له طب ما حدش بص عليك ولا بتاع؟ قال لي انا بصراحة بقيت ماشي عامل زي عيل الصغير وبقالي كتير ما نزلتش، فانا ماشي ببساطه جدا. شوفوا هو تعبيره عن نفسه، انا ماشي زي العيل الصغير كده ببساطه جدا وفرحان باللي بشوفه، جايز حد اتكلم جدا، انا ما خدتش بالي. شايفين البساطه بتاعت الاطفال؟ بساطه الاطفال. مين فينا عنده هذه البساطه؟ مين فينا عنده هذه البساطه في تعاملاته مع الناس؟ مين فينا عنده هذه البساطه؟ صدقوني محتاجه مجهود، محتاجه صلاه، محتاجه تدريب ان انا اتعلم البساطه. مجهود وصلاة وتدريب. ربنا يعيننا كلنا على ضعفاتنا وعلى الخبرات اللي احنا بتنطبع جوانا، ويساعدنا ان احنا نرجع لحالة الطفولة تاني، نرجع لحالة كده اللي ربنا خلقنا عليها زي الأطفال كده، في بساطة وفي إيمان وفي اتضاع وفي تسليم. لإلهنا كل مجد وكرامة منذ الآن وإلى الأبد الآن. تفضلوا نصلي. بسم الاب والابن والروح القدس الاحد امين. حبيب نفوسنا ومخلصنا الصالح يسوع المسيح، نشكرك يا رب
ونعظم اسمك القدوس على محبتك ورعايتك لينا يا رب. نشكرك يا ربي لأجل اتضاعك، لأنك يا ربي دايما بتشركنا في الخدمة معاك، دايما يا ربي بتعطينا ان احنا نقف امامك، تعطينا ربي ان احنا نكون